بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في المحاضرة التاسعة في Introduction to Computer Science Using Python. المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على Advanced Functions. هنراجع سريعا إزاي كنا بنعمل User Defined Functions، وهنتكلم أكتر إن إزاي الـ Function ممكن تكول Function تانية، إيه ساعتها الترتيب اللي بيحصل لما يبقى في Function بتكول Function تانية، ومن ده هننقل للـ Recursion ان تبقى function بتكول نفسها. وهناخد في الاخر شوية built-in functions زيادة ممكن استفيد بيهم في البايثون. سريعا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان عشان اي كود في سكريبت عايزين نحوله لفانكشن، احنا بناخد الكود دوت زي ما هو ونحطه ما بين الهيدر بتاع الفانكشن و السطر بتاع ال return. الهيدر بتاع الفانكشن اوله def اختصار define، اسم الفانكشن وال inputs بتاعت الفانكشن. الفانكشن محتاجة ايه عشان تشتغل؟ الفانكشن محتاجة ايه؟ نعرفها ازاي؟ الكود اللي احنا عايزين نحطه في الفانكشن نشوف هو محتاج any variables تجيله، وهي دي نحطها فوق. دايما اسهل وسيلة عشان تعرف الفانكشن محتاجة ايه تكتب الكود ده الأول وتشوف محتاج يجي الفانكشن ايه وتحطه كانبوت argument للفانكشن. وفي الآخر الفانكشن حسبت ايه وايه من دول محتاج يرجع لنا. لو عند في variables كتير حسبتها، مش لازم كل ال variables ترجع، اللي انت محتاج فعلا يرجع هو اللي بترجعه في return. لو عايز ترتين كذا حاجة بنحطهم ما بينهم commas. اتكلمنا قبل كده ازاي نكول الفانكشن سواء من جوه نفس الفايل او من بره الفايل. لو من نفس الفايل مباشرة بنكتب السكريبت بتاعتنا اللي بتكول الفانكشن. لو من بره الفايل بيبقى ساعتها الفايل نيم اللي احنا حاطين فيه الفانكشن بتاعتنا بنعمل له امبورت للفايل دوت في الفايل الاخر من غير دوت بي واي. وبعد كده عشان نكول الفانكشن نستخدم اسم اللايبرري او اسم الموديول دوت اسم الفانكشن، او نعدم الاول امبورت نخليها from my fact import fact، وبالتالي نعرف نستدعي او نكول الفانكشن مباشرة. واتكلمنا برضو على ان لو في سكريبت في الفايل بتاع الفانكشن وعايزين السكريبت دي تتنفذ بس لما الفايل يشتغل مش لما يتعمله importing، فبالتالي بنعمل السطر دوت اللي بيتشيك النيم ايه اللي شغال دلوقتي. هل هو المين؟ هل انا بشغل الفايل ده كمين فايل ولا معمول له import؟ نيجي بقى للنقطة الجديدة، وهي ازاي لما function بتكول function تانية ايه ترتيب الحاجات اللي بتحصل. طيب نرجع كده لمثال بسيط نبني عليه. نفترض ان احنا عندنا فانكشن اسمها فو. فو بار دول كلمتين مشهورين في الفانكشنز دايما في الشرح دايما بيستخدموا، ودي السكريبت. فالسكريبت في الاول بتعرف ان بفور وبعدين بتقول فو بان. فاول حاجه تنفذ معانا ان ان تبقى بفور وبعدين نكول فو بان، فالان هتتشال وتعوض مكانها بالفور، وبالتالي لما نطلع نكول الفانكشن الفانكشن هتستارت بان هي الاكس ايكوالز فور. هي الفور كده اتحط في الاكس، فبالتالي الاكس ايكوالز فور. بعد كده هيحصل برينتنج للاكس اللي هي فور، ففعليا هيبرنت فور. هنزود تعقيد شوية وهنضيف function تانية اسمها bar غير script وغير foo. السكريبت طبيعي هي اللي هتنفذ في الأول، اوكي، ف n equals 4 هي اللي هتبتدي، وبعدين foo of n اللي هي foo of 4، وبعدين هنروح ننفذ الفانكشن foo.
ف4 هتبتدي والاكس ب4 تمام. هنشوف بعد كده ان فو بتكول بار، فاللي يحصل ان احنا هنكول بار باكس والاكس ب4، فبالتالي هتبقى بار اوف 4، وبالتالي هنروح ننفذ بار البرنتش هتنفذ دلوقتي، هنروح ننفذ بار اوكي الواي ايكوالز 4، الفور اللي هنا دي هتتحط في الواي، وبعدين جوه الكود خلينا y equals 5، فده السطر اللي هتنفذ بعد كده، وبعدين هيبرنت ال y اللي هي ال 5 اوكي. كده خلاص بار خلصت، فاللي يحصل ايه؟ ان هي ترجع لفوق تكمل اللي بعد كده تمام، فترجع تنفذ print x اللي هي 4 تمام. ناخد بالنا هنا ان x اللي بعتناها البار القيمة اللي فيها اتحطت في y، فبعد كده y لما اتغيرت ما غيرتش في x، لما print x اتنفذت بعد كده طلع ب 4. ده على عكس الليستس اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، ان الليست لو بعتناها هي شخصيا بتتغير لو عملنا لها append او عملنا فيها اي operation تانية، لكن variables زي الانتجر او float او string لما بنغير فيهم بعد ما نبعتهم لفانكشن التغيير ده ما بيرجعش لمكان الكول او مكان الاستدعاء. طيب لو خلينا بقى ان الفانكشن تكول نفسها، احنا المره اللي فاتت كل اللي فات ده كنا بنخلي فو هي اللي بتكول بار، طيب لو خلينا فو تكول نفسها ايه اللي هيحصل؟ ده اللي بنسميه ريكيرجن تمام. يعني عندنا سكريبت دلوقتي، سكريبت في اول الفايل، سكريبت ما تفرقش مكانها فين، اول الفايل او اخر الفايل، والفانكشن فو غيرنا فيها بحيث ان فو هتبرنت الاكس اللي جاي لها، وبعدين تقول تاني نفسها فو بس باكس بلس 1. طيب تعال نمشي وراها كده نشوف ايه اللي هيحصل. هو طبيعي اول مره الان بواحد، فاحنا رايحين ننفذ فو اوف 1، فبالتالي هنخش هنعمل فو اوف 1 function فوق اوف 1 دي هتعمل ايه؟ هتعمل حاجتين، هتبرنت اكس اللي هي ال 1، وبعدين هتقول فوق اوف 2 اكس بلس 1 يعني 2، فهتقول تاني فوق اوف 2، فهنا لسه هتروح رايحه تقول نفسها تاني تمام، فهتروح تقول فوق اوف 2 اللي هي هتعمل نفس الحكايه تبرنت اكس اللي هي تبرنت 2، وبعدين تقول فو اوف اكس بلس 1، اكس بلس 1 دلوقتي هتبقى 2 زائد 1 هتبقى 3، فهتقول نفسها تاني بس ب3، فترجع تبتدي من الاول فو اوف 3 هتعمل برنت اكس اللي هي ب3، وبعدين فو اوف اكس بلس 1 فو اوف 4، هنفضل كده في الدايرة ديت تمام، مفيش حاجة بتوقفها، فاحنا الكود دوت لو شغلناه هيفضل يشتغل infinitely شبه ال while تو على طول مفيش حاجة بتوقفها. إذا لو عايزين نستخدم recursion يبقى لازم في حاجة توقف الفانكشن دي، لازم في شرط معين لما يحصل نقول خلاص كفاية كده، مثلا وصلنا لعشرة الاكس بقت وصلت لعشرة نقول خلاص كفاية كده ما تكملش وارجع فده اي ريكيرجن لازم فيه شرط دايما يوقفه، يا اما عمره ما هيوقف. فاحنا ممكن مثلا نعدل الكود دوت ونروح ضايفين شرط في النص كده اف لو الاكس ب 10 ريتيرن، فاكرين ريتيرن قلنا ريتيرن دي شبه البريك، البريك بتوقف اللوب، الريتيرن بتوقف الفانكشن. ففي الحالة دي لما مثلا نيجي نوصل لفو 10 لما تبقى الاكس ب 10 هنيجي تشيك هل x equals 10، هيبقى true، فريتيرن
هتحصل معناها هنرجع من فوق اوف 10، فوق اوف 10 كده هترجع، فترجع اللي قبليها فوق اوف 9 تكمل من المكان ما وقفت. فاكرين بار لما كنا عند بار اتنفذت، ولما خلصت رجعنا ننفذ اللي بعد بار جوه فانكشن فو. بعد ما خلصنا بار اللي هو الستيب 5 و6 و7 تمام، خلصنا بار رجعنا ننفذ اللي بعد بار اللي هي البرنت اكس، دي كان ستيب 8. فنفس الحكاية، كل ما فوق من دول بتخلص بترجع اللي قبليها، ففوق تاني خلصت، فخلصت بترجع من هنا. يعني ساعة ما عملنا كانت الاكس ب 9 بلس 1 10، واحنا عملنا كل 10 وخلصنا، يبقى بعد ما خلصنا فوق 10 هنرجع نكمل اللي هو مفيش حاجة، فاللي هو خلاص هتخرج مباشرة. ففوق 9 بعد ما خلصنا 10 ترجع ل 9، 9 خلصت خلاص ترجع ل 8، 8 خلصت ترجع ل 7، وهكذا لغاية ما نرجع لأول واحدة ونرجع تاني نخلص ده كله. نيجي بقى لفو 1 ديت، نرجع من مكان ما خلصنا السكريبت لو في اي كود تاني ننفذه. تمام، تاني عايز اركز على الحته دي. لو رجعنا للفو بار دول ايه اللي بيحصل؟ فو بنروح ننفذها، فتروح تنفذ بار، بار تخلص تروح تكمل بعد كده، فتكمل بعد فو ما تخلص، فو خلصت نروح نكمل بعد كده لو في كود تاني هنا يتنفذ. تمام، طيب ايه فايدة الريكيرجن ده؟ ممكن نستفيد بيه في ايه؟ نستفيد بيه في حالة لو عايزين نحسب مثلا الفاكتوريال. الفاكتوريال زي ما احنا عارفين ان هو حاجة بالنسبه لنا كان ريكيرسيف، ان ال 3 فاكتوريال هي عباره عن 3 تايمز ال 2 فاكتوريال، دي نفس البروبلم دي بس فرق الرقم. وبعدين ال n فاكتوريال ال 2 فاكتوريال اسف هي 2 تايمز 1 فاكتوريال، نفس البروبلم تاني فاكتوريال بس اصغر، وهكذا. احنا عاملين كل شويه بنشيل الفاكتوريال ونحط الرقم ده ونضرب في الفاكتوريال الاصغر منه. تمام، فده كله في الاخر equivalent لل 3 times 2 times 1 بتاعتنا، وده ينطبق على اي n factorial مش لازم 3 طبعا. ده ممكن اتخيله ولو احنا بننفذ function اسمها fact اللي احنا كنا عرفناها قبل كده. فكأن fact of 3 ممكن تقول ان هي، ده مجرد بس كده للشرح ده مش كود. fact of 3 احنا ممكن نفكر فيها ان هي 3 times fact of 2، و fact of 2 هي 2 times fact of 1، و fact of 1 ده آخر حاجة توقف الفاكت بتاعتنا. قلنا دايما أي recursion لازم في حاجة توقفه، فالحاجة اللي توقفنا عندنا هنا إن لو وصلنا ل fact 1 خلاص مفيش أقل من كده. فلو fact 1 يبقى خلاص مش محتاجين نقول fact تاني، لأ نقف ونقول إيه، لأ دي fact 1 ب1 على طول، ارجع وما تكملش. فلو كتبناها ككود ممكن نقول ان الـ recursive function بتاعتي بتاعت الفاكتوريال هيبقى شكلها كده. ولو حبينا نجربها ممكن نكتب سكريبت بالشكل ده نجربها بيه. طيب الـ function عبارة عن ان عند اي n عايز احسب لها فاكتوريال، هي نفس اللي كتبناها دوت، ان هي لو 3 تبقى 3 fact of 2. فنفس اللي احنا كاتبينه هنا هيبقى هو نفسه، ان fact of n هي n times fact of n minus 1. فدي الحالة العامة بتاعتنا، ان اي fact n هو n times fact of n minus 1. وفاضل الشرط او condition، الterminative condition اللي لازم يوقف recursion عشان ما يفضلش شغال الى ما لا نهاية. فالشرط دوت ان لو وصلنا ان ال n ب 1 نيوتن 1. طيب ده معناه ان لما نيجي نقول فاكت وال n ب 1، فساعتها هنلاقي ال n ب 1
فنوتيرن 1 وما نكملش ان احنا نحسب دي خلاص. طيب نتخيلها ازاي او ايه اللي هيحصل بالظبط؟ تعال ناخد مثال. لو احنا بالظبط الكود اللي فات ده عايزين نشوف عند fact of 3 ايه اللي هيحصل، لو عند الكود اللي فات عايزين نشوف عند fact of 3 ايه اللي هيحصل بالظبط، فهنمشي ورا الكود ده ورا الفانكشن فاكت لما تكون ال n ب 3. فاحنا نفترض دلوقتي احنا شغالين ال n ب 3 اول حاجه، فاول حاجه هنتشيك هل ال 3 equals 1، هيبقى false فالاف مش هنيجي عندها، هنروح ننفذ 3 times fact of 2. احنا لسه مش هنتون دلوقتي، احنا دلوقتي رايحين نعمل 3 times fact of 2، ففاكت اوف 2 هتكول نفس الفانكشن تاني. ف اول ما نوصل فاكت اوف 2، فاكت اوف 2 هيروح يكون نفس الفانكشن، يرجع نفس الفانكشن تاني من اولها، بس دلوقتي ال n بقت ب 2 تمام. فكل n هنشيلها نحط مكانها 2، هنتشيك هل ال 2 equals 1، false تمام، نقصد هنا بس مجرد ان هي false فده مش هيتنفذ، وبالتالي هيروح ينفذ 2 times fact of ال n minus 1، n minus 1 ب 1 اوكي. فهيروح عايز يعرف fact of 1 بكام، ما هو لازم يعوض بيها، لازم ياخد ال return بتاعها يعوض بيه في ال expression دوت عشان يحسب ال 2 times fact of 1، فيروح ينفذ fact of 1 تمام. هو كل ده الفانكشنز كلها موجودة عنده وعمال بينفذ واحدة ورا التانية اوكي. فاكت اوف 1 اوكي، دلوقتي ال n ب 1 هنعوض مكان ال n ب 1، فهنشيك هل n equals 1 هتبقى 2، ف هيسكيب بقى الريتيرن اللي في الاخر دي ويعمل الريتيرن بتاعت ال f فيرتيرن 1. ريتيرن 1 زي ما قلنا يبقى الفانكشن دي مكان ما استخدمناها هتتشال وتحط مكانها 1، فكأن دي كده هيتشال fact وتحط مكانها 1، فينفذ 2 times 1، 2 times 1 ب 2، فيرتيرن 2، يرتيرن 2 فين؟ مكان ما عملنا كل fact of 2، فدي كده هتتغير مكان fact of 2 اوكي. ده كده كله هيجي يتحط مكان fact of 2 اللي هي دي اوكي، ويكمل 3 times 2 6، يبقى fact of 3 هتريتيرن 6 للسكريبت اللي فاتت، السكريبت اللي فاتت ديت، يبقى ساعتها دي كلها تتشال وتحط مكانها 6 تمام. نيجي نعرف functions او نتعرف على functions زيادة موجودة في البايثون ممكن نستخدمها لو محتاجين. في function absolute تديها رقم واحد تديلك ال absolute بتاعه، في function اسمها sum تديها اي list هي ترجع لك السم اوكي، في function min بتجيب المينيمم تديها اي list تديلك المينيمم اوكي، وفي الماكس تديها ليست تقول لك الماكسيمم بكام، وفي الفانكشن اول، اول دي لما بتديها ليست هي تعتبرها ان هي كلها ناتج كونديشنز يا ترو يا فولس يعني، فهي بتبص له كانه ترو او فولس، فلو كله ترو هي كانها اول دي كانها اند، اند على الاري كلها، هل الاري كلها الاندنج بتاعها ترو، فلو كل elements ترو فترجع لك ترو، ولو انت وديتها لها array of numbers هي تتعامل معاهم كانهم ترو فولس زي ما احنا شفنا في الواي لوب، ال1 معناها ترو وال0 معناها فولس، ف all ones او اي حاجه ما عدا 0 يعني بتعتبرها ترو، فلو all كله مش ب0 هتروح مرجعها لك ترو، all وفي اي element ب0 هترجع لك false. any دي ال ال ال
الاذر اوبشن لاول اللي هو زي بمعنى الاول. لو قلنا الاول معناها اند، الاني معناها اول. هل انت عايز تشيك ان اني اوف الليست ديت از ترو؟ فبالتالي هيبقى الاور او الاني بتاعت الليست ديت هتبقى بترو، لكن الاني بتاعت الليست ديت كلهم زيروز، فكأن الاور بتاعهم كله بفولس فيرجع لك فولس. الاني ديت ممكن تحل لنا البروبلم اللي احنا ساعات بنحتاجها، ان يبقى عندي عايز اجيت valid input من اليوزر بس يبقى ليست. احنا خدنا بالنسبة لو عايزين نجيت valid input من اليوزر لانتجر مثلا، ان احنا بناخد الانبوت و while ان الانبوت اللي هي دوت بعد ما حوله الاند مثلا نيجاتيف اقول له دخله تاني. فدي سهلة نسبيا لو انا بسأل على element واحد integer float، لكن لو انا عايز اتعامل مع لستة فالموضوع اعقد شوية. فممكن نستخدم الفانكشن اني عشان نتشيك على الليسته بحالها هل في اي element فيها بنيجاتيف. فلو احنا عايزين نعمل دلوقتي فانكشن تفيدنا ان وظيفتها ان هي تسأل يوزر على ان دخل ليست والليست دي كلها انتجرز كلهم بوزيتيف، عايزة تنشور ان هم كلهم بوزيتيف، فاول حاجة هناخد الانبوت من اليوزر الليست نعملها سبليتنج، وبعدين هنكونفرت الليست ديت لانتجرز. بعد ما عملنا كونفرجن عايزين بقى نعدي على الليست ديت نشوف هل في اي element فيها اقل من الزيرو. اوكي، فاحنا هنعمل ما يسمى list comprehension. فهنعمل لوب ان الاكس ان الليست بتاعتنا lt، هنتشيك هل الاكس اقل من زيرو، فده هيبيلد ليست عندي كلها ترو فولس. لو ال كل فاليو اكس ان الليست هنبني قصادها element في الليسته الجديده هل هو اقل من زيرو ولا لا. فلو اقل من زيرو هيبقى ترو، فبالتالي الليست ديت هتبقى ترو اند فولس. فلو في اي element في الليست ديت ترو، يعني هنسال هل اني في الليست ديت ترو، فلو كده هنخش في اللوب نقول له دخل الانبوت تاني. تمام، فاني هنا وظيفتها ان هي الليست اللي احنا حسبناها دي اللي بتشيك هل في اي element جوه الليسته اللي هو الاليمنت الحالي اكس اقل من زيرو فهيديني ترو، فلو اي حاجه بترو هيبقى ترو، لكن لو كل الاليمنتس اللي في الليسته بوزيتيف فبالتالي اكس ده دايما بوزيتيف، فدايما كل ما نتشيك على الكونديشن دوت هيبقى دايما فولس، فهتبقى الليست كلها بفولس، فبالتالي اني هترجع فولس وبالتالي ما نخشش في الوايل لوب. وطبعا بعد ما نخرج من الوايل لوب نريتيرن الليسته اللي احنا اتاكدنا ان هي كلها بوزيتيف. طيب لو لاحظنا ان احنا في تكرار عندنا هنا نفس كل مره، عايزين ناخد انبوت من اليوزر ونكونفرت الانتجر، فالشكل ده افضل ان احنا نعمل ده في فانكشن ونعملها كولينج هنا بحيث تبقى الدنيا شكلها اظرف. فاحنا ممكن ناخد السطرين دول نحطهم فانكشن جديدة اسمها input integer list. اوكي، وجوه ال get positive list هنستخدم الفانكشن ديت two times، مرة قبل ال while ومرة جوه ال while. تمام، احنا دايما قلنا عايزين الكود بتاعنا يبقى modular. modular يعني تبقى كل موديول بتعمل تاسك معينة في فانكشن. فاحنا هنا الفانكشن دي الاولانية وظيفتها ان هي تاخد input من user ويكون نوع integer. اوكي، دي واضح ان هي تاسك منفصلة انت شخصيا ممكن تحتاجها في كود تاني. انت ممكن تكون في كود تاني عايز تاخد input من user وتconvert ال integer، دي كتير بنحتاجها، فانت عندك الفانكشن دي ممكن تستخدمها جاهزة مباشرة
وفي نفس الوقت الفانكشن دي هتفيدك جوه الكود دوت. لو انت عايز تتأكد ان الليست دي بوزيتيف فانت هتاخد الانبوت وتتشيك عليه، تمام؟ لو في مشكلة تاخده تاني، تمام؟ فدايما حاولوا تركزوا ان انتوا اي كود تقسموه مودولار وبينفذ تاسك محددة، بحيث التاسك دي لو احتجتها في حتة تانية تعملها كولينج مباشرة، ما تبقاش محطوطة جوه فانكشن بتعمل تاسك اكبر. تمام، شكرا يا شباب.